البنات لاباس عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان. المهم اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه كتعجبني بزاف، كلشي كيشكرني عليها وكيقولوا لي انك كتصايعيها بزاف. دونك تبعوا معايا المقادير عفاكم. دونك ناخذ الطول بحال هكا، نديروه نحلو المقله ونديروه في وسط المقله. ناخذ البصله حتى هي، كنور، الزعفران، ثومه، زويتينات، سكر، تاهو، نزيدو شويه ديال التوابل. الو غنديرو الخرقوم، سكين شعير، الملحه والابزار. المهم هادشي كامل غنديروه في وسط المقله ان شاء الله. تبعوا معايا المقادير، ما تنساو حتى شي حاجه عفاكم. شي كلشي تيجي خطير واكله عجيبه على راسي وعيني. المهم تبعوا معايا، نخليو هادشي يطيب مده ساعه د المقله، نشعلو عليه العافيه كيف ما كتشوفوا قليله ياك، نشعلو عليه ونتلاقاو من بعد ساعه د المقله. الوغ نسيت نزيدو القهوه كيف ما كتشوفوا، الكبسول ديال القهوه تاع هي جينوفا تاع هي، غنزيدوها او بيان سور فلفله. هادي باش كتزيد لذة الطعام. المهم غنسدو على هادشي كامل، غنخليوه طيب ساعات مكانة ونتلاقاو من بعد. الوغ هنايا بعد ما حركنا الطنجرة من بعد ساعات مكانة بيان سور بزاف ديال المرات باش يتوموجينيز لنا كلشي. دونك كلشي طاب، ها غزالة باش عيتكم. الوغ شوفوا معايا المنتوش اللي عطينا في الاخر ديال الطاجين ان شاء الله. مهم هادي او هادي، كنقول لكم بصحه والراحه، ونتمنى يكون عجبكم. ولا عجبتكم هذه الوصفه قولوها ليا في الكومنتير، ونزيدكم وصفه واحده اخرى بحال ان شاء الله. تحياتي للجميع.